تتاح لنا الفرصة مرة ثانية للقائكم في الحلقة النقاشية الثانية التي يقيمها مركز اللغة في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أتمنى أن تكون هذه الجلسة مفيدة في مشاركة آرائنا ووجهات نظرنا في بصدد قضية مهمة جدا من القضايا التي أثرت أو ستؤثر في المستقبل على وضع التعليم العالي في العراق. قبل أن نبدأ أود أن أوضح أن أي نقاش يحدث في حلقات النقاش التي يجريها مركز اللغة ليس الهدف منها هو انتقاد الوضع الحالي أو انتقاد قضية معينة في الواقع العراقي، وإنما هي مجرد فرصة تتاح لي ولكم من أجل مشاركة آرائنا، عسى ولعل أن يكون هذا الحوار له الفرصة في أن يغير جزء من الواقع، أو على الأقل نستفيد من تجربة الزملاء والأكاديميين في الجامعات العراقية أو في المؤسسات العراقية. القضية التي نحن بصدد مناقشتها اليوم تتعلق بالمقترح الذي قدمه الدكتور قصي السهيل في عام 2019-2020 لغرض الاعتماد نظام المقررات في الجامعات العراقية. طبعا كوني أنا لست بتماس مباشر مع الجامعات العراقية لا أستطيع أن أعطي وجهة نظر كاملة عما حدث في الواقع العراقي، وإنما سأتحدث من ناحية تجربتي في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها البلد الذي يعتمد هذا النظام منذ تأسيس النظام التعليمي بالولايات المتحدة. وأتمنى من الحضور من الزملاء الأعزاء أن يشاركوني، أو حتى إذا تقطعون الكلام وتعلقوني على الفقرات اللي راح أطرحها بالنقاش، لأن أكيد أكو فروقات جمة، والشيء راح أكد عليه بهذه الجلسة هو المساوئ والفوائد لنظام المقررات. وطبعا هذا كله راح يكون من وجهة نظري من ناحية التعليم الأمريكي، والجانب العراقي طبعا راح أشير إليه وافق الرأي، لأنه أنتوا على أرض الواقع وأنتوا تجربة يعني الحقيقية نقدر نقول بالعراق. بدءاً قبل أن أبدأ النقاش يجب أن أوضح طبيعة النظام التعليمي في الولايات المتحدة، طبعاً التعليم الجامعي. طالب الدراسات العليا بالجامعات الأمريكية يحتاج، طبعاً الطالب المثالي يحتاج إلى 4 سنوات لإكمال شهادة البكالوريوس. طبعاً هذا ما راح يكون يعني يطبق 100%، لأنه النظام كله يختلف، يعني النظام يعتمد على جمع الوحدات الدراسية، وهذا قد يستغرق سنين. يعني أكو طلاب أعرفهم مثلاً استغرق جمع الوحدات الدراسية حتى للتخرج أكثر من 20 سنة. أكو تركوا الدراسة وبعدين رجعوا لها ورا سنوات عديدة. أكو حتى بعمر 50 يرجعون يكملوا دراستهم. فالحالة المثالية ما شفتها طبقت بالولايات المتحدة إلا ما ندر، يعني بعض الشباب إنه يقدر يكملها ب4 سنوات. يمكن للطالب الحصول على هذه الجامعة بارتياده كلية مجتمعية أو كلية أو جامعة حكومية. الكلية المجتمعية وهي التي يطلق عليها Community College، وهي ما يشبه مفهوم الكلية الأهلية بالعراق. والكلية أو الجامعة الحكومية يسموها Federal، تابعة للحكومة الفيدرالية. طبعاً الفرق أنه الجامعات الحكومية والمجتمعية ثلاثة جامعات غير مجانية، وهذا الفرق الأساسي بين النظام التعليمي بالعراق والنظام التعليمي بالولايات المتحدة. كلها يدفعون لها أجور يلا يقدرون يتخرجون من عندها. الطالب بالسنتين الأولى من دراسته بالولايات المتحدة يحتاج إلى يعني دراسة مواد متنوعة قد لا تكون متعلقة باختصاصه اللي يريد يتخرج من عنده. فالمواد الدراسية هي يطلق عليها كورسات مشترطة أساسية prerequisites. الطالب يجب أن يكمل هذه الكورسات قبل أن يتم دراسة الاختصاص المطلوب. تشمل هذه الكورسات موضوعات في مختلف المجالات، في الأدب، العلوم، العلوم الاجتماعية، علوم فضاء، فنون، تاريخ إلى آخره. الهدف من دراسة الموضوعات غير التخصصية هي منح الطالب معرفة عامة وخلفية ثقافية في موضوعات متنوعة
قبل التركيز على موضوع التخصص. فرق آخر يحضر ببالي أنه طالب من يريد يختار هاي التخصصات، طبعاً مو حرية مطلقة مطلقة تامة 100%، لأنه أكو مثلاً فد مادة احتمال ما راح تحسب له إذا كانت بعيدة جداً جداً عن الاختصاص. لكن مثلاً لنقل أنه public speech، فن الخطابة، خلينا نقول إحنا يعني مساوي لفن الخطابة بالعراق. public speech رغم أنه يعني ما يجوز يتعلق بالصحافة، نقدر نقول بالإعلام، يعني في اختصاصات معينة، لكن بالولايات المتحدة هذا الكورس required prerequisite for every freshman، يعني أي طالب يدخل بالجامعة ما يقدر يتخرج إذا ما أخذ هذا الكورس، يعتبروه جزء من بناية الشخصية للطالب من يتخرج في أي مجال من المجالات، يحتاج أنه تكون عنده مهارات خطابة، مهارات تواصل مع الآخرين. فهذا واحد من الكورسات أنه ممكن ما متعلق لكن يطلب أنه يدرس الطالب. لكن أكو شغلات أخرى، مثلاً إذا واحد يريد يدرس علم النجوم مثلاً، هذا ممكن أكو مشرف يقول له لا في اختصاص معين هذا ما راح يفيدك مثلاً، يعني حسب أنه رأي المشرف. الفكرة أنه الطالب البكالوريوس بالولايات المتحدة أول ما يدخل جامعة يحدد له مشرف، وهذا ما موجود بالعراق. يعني شوفوا الأمور المتعلقة بنظام المقررات ما متوفرة بالعراق وما ممكن تتوفر في يوم وليلة، بحيث يأتي شخص مسؤول إنه يقول راح نعتمد هذا النظام من أول يوم. لا دكتورة إذا تسمحين. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. من ويانا؟ عرفتني. أهلا دكتورة زينب من جامعة بغداد، يا مرحبا. النظام المقررات في يعني من بدا يعني بدايه محاوله تطبيقه، لان هو صراحه ما طبق، ربما طبق في بعض او هو ربما مطبق في جامعات الاختصاصات العلميه، انا ما اعرف يعني سمعت هيك شيء، ما متاكده. نعم. لكن احنا في بدايه محاوله التطبيق، واكيد احنا كنا يعني مثل ما نقول استساق لتجربه الاختصاصات العلميه، كان تعيين مشرف لكل طالب، ما كان الطالب يترك، يعني هذا كان البداية. لذلك فيما بعد شلون يصير كيف يكون التعامل كذا أنا ما أعرف، بس بالبداية هاي الأساسيات إنه لكل طالب أكون مشرف. زين، يعني حلو إنه بدوها نفس الفكرة. السؤال هو دكتورة، هل إنه أنا أعرف إنه أعداد الأساتذة بالجامعة مقارنة بأعداد الطلبة المتزايدة، يعني راح يكون كل مشرف إلى فد عدد كلش ضخم، هل تتوقعين إنه الأستاذ راح يقدر يسيطر على هاي الوضعية بهالطريقة؟ ما أعرف أنا الضخامة يعني تحدد كيف. إحنا يعني مثلاً كان عندنا بعض الأساتذة عنده 7 طلاب، هاي ما تعتبر ضخمة في ذهني أنا، ربما في سياق العمل في جامعات. لا هي صحيح صحيح 7 مو ضخمة، لكن هسه أريد أفهم إنه هل إنه هذه بس ويا طلاب المرحلة الأولى؟ نعم. الجامعة ها اي مو هذا الفرق، يعني هناك انه اني احنا اختصاصات انسانيه، ربما لو اكو احد الاخوه اختصاصات علميه ومطبقين يكون افضل بهاي المعلومه. احنا كنا تجربه يعني مبكره وليده بعدها وما كملت يعني اصلا، يعني حتى التوطئه اللي بديتي بيها احنا ما وصلنا لهذه المرحله حتى استطيع ان احنا كانت بعدها تجربه بعدها. تمام فهمت الفكرة، شكرا جزيلا للتوضيح دكتورة زينب. يجوز انه اذا بدوها بهالطريقة هذه راح نوصل لهذا المستوى. خلينا نشوف اللي الفقرات الاخرى بالنسبة للتعليم بامريكا. قلنا الهدف انه الى حد يوصل الطالب الى موضوع التخصص مطلوب من عنده كورسات بريكويزيت. من اجل دراسة هذه الكورسات المتنوعة هنا يجي فرق اخر. الطالب ممكن انه يكون عنده رغبه في دراسه مواد متنوعه اللي هي ما متعلقه بالاختصاص. طبعا هاي كلها هو خلال السنتين الاولى احتمال ياخذ ماده مادتين بالاختصاص اللي هو بباله فكره عنه، لكن من يدخل الجامعه هو عنده بس مجرد تصور، يعني مو مثلنا احنا انه كل طالب يجي كليه الاداب يريد يتخصص باللغه الفرنسيه مثلا او اللغه الانجليزيه لنفرض او اللغه العربيه، هناك ماكو. يعني ممكن أنا يعجبني أتخصص بالتاريخ بأمريكا
واجي ادرس هاي الكورسات بالبدايه دراسه عامه، يعني هاي بس مجرد تصور عندي، بعد احتمال اغيره وراح اجي هاي الفقره. فالكورسات المتنوعه بالبدايه اللي يدرسها الطالب يسجل عليها ممكن في كليات متنوعه، يجوز هو في ولايه اريزونا وجامعته بولايه مثلا ميزوري ويريد يدرس فد كورسات بجامعه اريزونا ممكن، بينما احنا هنا مثلا واحد بجامعه بغداد يريد يروح يدرس بجامعه البصره فد كورس وعلى راحته وبعدين يجي هنا ما ممكن، يعني النظام يختلف تماما. طبعا هذا كله حسب الخطه الدراسيه وموافقه المشرف من الممكن وحسب امكانياته الماديه، ممكن يشوف الكورس ارخص مثلا اللي الجامعه يقدر يروح له، مثلا بهذا السمستر جامعته ما موفره هذا الكورس او قبط الكورس ما يقدر لانه هناك عندهم فد عدد معين للطلاب بعدها ما يقبلون. فاذا مثلا ما لقى مجال يا اما ينتظر فد سمستر ثاني او للسنه القادمه يلا ياخذه، او يقول لهم لا اكو فد جامعه اخرى عارضه هذا الكورس نفسه اروح ادرسه هناك. فالنظام كله مرن جدا بحيث يسمح بشغلات كلش هوايه، كل هذا يصب في نقطه معينه مهمه جدا، هو انه هم ما يضغطون على الطالب يعني يدفع فلوس كلش هوايه. ولهذا هو هذا الفرق بين النظام التعليمي بامريكا وبالعراق، نظام راس مالي. حتى بحاله الكليات الاهليه الغير مجانيه بالعراق، احنا هنا اذا نريد نقول انه احنا عندنا كليات اهليه، يلزم الطالب بسنوات معينة، نفس الحالة يعني تقريبا النظام مقارن بين الكليات الأهلية والكليات الحكومية. وأيضا احنا هنا يعني ملزمين بأنه الطالب إذا ما كمل بالسنوات المحددة حسب علمي، وهنا زملائي ممكن أنه يساعدوني بهاي النقطة، عندنا احنا تقييم قيد، لكن هناك ما عندهم، يعني ممكن واحد يجي يدرس لكورسين وروح في الدور 10 سنوات يجي يكمل بكيفه. فالمرونة اللي هناك يعني ما موجودة بالعراق. الكليات المجتمعية هناك اللي هي مساوية للكليات الأهلية، ممكن إنه الطالب يروح يدرس هاي السنتين الأولية اللي بعدها ما وصل هو الاختصاص، يكمل الكورسات بالكليات الأهلية أو بالكليات المجتمعية آسفة، بعدها بكل سهولة يجي يجيب الدرجات مالته والكورسات ينقلها إلى الكلية الحكومية وبعدها يبدي يكمل بالاختصاص مالته. مثلا هو يكمل يعني 4 سنوات يكمل السنتين الباقية. التخصص العام يسمى ميجر، وهو اللي التخصص اللي تركز عليه درجة البكالوريوس. مثلا إذا كان تخصص أحد الطلبة بالصحافة طبعا راح يتعين عليه دراسة مواد بالتخصص دراستها حسب ما تتطلب الخطة الدراسية اللي تعتمدها الجامعة بذلك التخصص، وهذا الطالب يختار التخصص مالته بالسنة الثالثة. من مميزات النظام التعليمي بالولايات المتحدة انه الطالب ممكن انه يغير تخصصه عدة مرات، لكن كل مرة يغير بها التخصص راح يرجع على الخطة الدراسية كلها ويشوف مثلا احتمال اكو كورسات هو ما ماخذها ويحتاجها هذا التخصص لازم يضيف اشي، يعني هو ما راح الخسارة اللي راح تكون عليه شنو، انه ممكن يكون درس كورسات ما تفيده، هذا راح تكون طبعا مضيعة من الجانب المادي، طبعا علميا هم ما يعتبروها خسارة لكن فقط من الجانب المادي، او ممكن بعضهم يعتبروها مضيعة للوقت لانه راح طبعا يتمدد موعد التخرج. فعلى ذلك يترتب انه تأخر التخرج من الجامعة لفصل دراسي او اكثر حتى يغطي النقص بالمواد الدراسية. ومن الطبيعي جدا انه الطالب الامريكي يغير التخصص العام اذا اكتشف انه اكو في التخصص الجامعه مثلا استحدثته، او اكتشف انه خلال هاي الفتره اهتمامه تغير، ولهذا يجوز يعني انحرف اهتمامه من الجانب الانساني الى الجانب الطبي، فاختار بدال التاريخ راح على التمريض، كلش طبيعي. لكن احنا بالعراق هذا ما ممكن نهائيا، هذا ايضا فرق، يعني هم نظام المقررات مصمم لهذه الحاجات اللي عندهم، حاجات المجتمع هي نفسها، وهاي الاستعدادات مالتهم للمرونه اللي ينطوها للطالب. ملخص فوائد نظام المقررات طبعا لخصتها بعده نقاط، اولا الطلبه لديهم الفرصه باختيار الكورسات التي يرغبون بدراستها. طبيعي هو اكو كورسات يعني مفروضه، لكن هاي الكورسات يعني مو
بالكثافة اللي عندنا احنا بالعراق. بالعراق لا، احنا الكورسات موجودة، وهي هاي كل كلية لها نظامها المحدد، وحتى الكورسات مثلا اكو بعض الكليات تنطي لغة فرنسية او مثلا ينطون لغة عربية وعلم نفس او الى اخره الى اخره، حتى هذه ايضا مفروض على الطالب، مو هو كيفه. اوكي، اذا كانت عنده خيارات فهي قليلة جدا ومحدودة جدا. برأيي انه لذلك لا يمكن انه نطبق نظام المقررات بالعراق. من ضمنها ها النقطة المهمة الاخرى اللي هي متعلقة ايضا بنظام المقررات، وضع الاستاذ، وضع الاكاديمي ايضا يختلف بالجامعات الامريكية عما هو بالعراق. مثلا الاستاذ العراقي وظيفته ثابتة، اذا ما سجل احد على الكورس، اذا طبقنا نظام المقررات طبعا، يعني الكورسات هناك متغيرة بالجامعة حسب إقبال الطلاب، حسب تسجيل الطلاب على هذه الكورسات. فإذا الأستاذ العراقي إذا ما سجل أحد على الكورس مالته، ما راح يلقى فد شيء راح يسوي بالجامعة. فيعني إلا إذا أنطى طبعا مسؤوليات أخرى، طبعا مجبرين لأنه وظيفته ثابتة. أما الأستاذ الأمريكي إذا كان نسبة التسجيل 8 أو أقل وتكررت هاي النسبة عدة كورسات، فهذا الكورس راح يلغي لأنه ما يجيب فلوس للجامعة، والأستاذ راح يخسر وظيفته، لأنه ما إذا هو بس بهذا الاختصاص يدرس خلاص، لأنه هناك المهام الإدارية بالأشخاص، يعني محصورة بالأشخاص الإداريين فقط، ما عنده مسؤوليات أخرى، كلها يا أما تدريس يا أما واجبات بالجامعة، يعني ساعات مكتبية فقط، ولهذا يخسر عمله. فهو نظام يعني مشكل لهذه البيئة. النقطة الثانية، النظام المقررات يتيح أمام الطلبة الفرصة للدراسة متى ما شاء وفقا لرغبتهم، مثل ما قلت سابقا أنه الطالب هو عند المجال مفتوح، شو وقت ما يريد يكمل دراسة يكمل دراسة. نجي هنا إلى فقرة أخرى اللي هي إدارية، خلينا نقول نوعا ما، إحنا شعب التسجيل مالتنا لا زال صحيح يجوز هسه حولوها إلى نظام إلكتروني، لكن برأيي ما أعرف، وهنا ممكن أنتم تساعدوني أيضا، يعني يجوز هي خزن البيانات تحولت إلكترونية، لكن إحنا بعدنا على النظام الورقي، بينما بالولايات المتحدة يعني النظام كله إلكتروني، بحيث الطالب يعني هسه أنتم لاحظوا إذا هو راح أجي هاي النقطة أيضا، إنه ما راح تلقون طالبين متماثلين باختيارهم للكورسات، فهذا شلون؟ إحنا عندنا سجل وعندنا نظام معين باحتساب الدرجة بالنتائج إلى آخره، هناك ماكو، كل طالب حالته منفصلة. ولهذا من تروحون إلى شعبة التسجيل، يعني شعبة ضخمة جدا وكلها تعتمد على النظام الإلكتروني. النقطة الثالثة أنه يمكن للطلبة التسجيل على كورسات أكثر مما هو مطلوب من عندهم، يعني طبعا احنا هنا ما اعرف اذا الاقسام العلميه مثل ما ذكرت الدكتوره زينب انه هم معتمدين على النظام المقررات، كنت اتمنى لو اكو احد من عندهم حتى يساعدنا بالنقاش، ما اعرف اذا متبعين هاي الطريقه او لا. يعني احنا هنا ما نفكر باللود، نسميه لود المواد، يعني يجوز احنا عندنا فد اشياء ثابته، يعني فد خلينا نقول اذا كان النظام سنوي ياخذ الطالب مثلا لنفرض 8 مواد بالنصف الاول، وممكن انه اذا كانت كورسات خلي اعدل كلامي، 8 مواد بالكورس الاول 8 مواد بالكورس الثاني وتكمل السنه. يعني هناك الطالب يحسبوا له حسب الجهد اللي مطلوب من عنده، يعني احنا مو بس ماده، يحسب له انه الماده مثلا هذه ماده صعبه راح تحتاج من عندك انت تاخذها مثلا 3 ساعات بالاسبوع، الجهد المطلوب من عندك مثلا دراسه 12 ساعه بالاسبوع، فأنت راح تجمع لي إذا عندك 3 مواد من هاي المواد الأساسية على 12 ساعة 12 ساعة 12 ساعة، يحسبوا لك قد إنه حتى ما يكون عليه إرهاق بالأسبوع. ولهذا المشرف راح يقول له مثلاً، إذا قال له أنا أريد أتخرج بهذه المدة الزمنية، ولهذا أريد أخذ أكثر من طاقتي، أريد أخذ في الكورس آخر مثلاً إضافي، فيقعد يناقش ويا الأستاذ، مثلاً الأستاذ يقول له ما نصحك لأنه أنا أعرفك راح تتعب، ما راح تقدر تسوي تقارير، ما راح تقدر تسوي بحوث، وما راح تقدر تكمل دراسة بالوقت المحدد، فما أنصحك تبقى على اللود اللي احنا محددين لك اياه. طالب اخر يقول له لا، مثلا فيها مجال تاخذ هاي الماده مو اساسيه، هذه اللود مالتها اقل، ساعات العمل مالتها اقل، فاكو مرونه.
احنا هنا ما عندنا بالعراق، لانه ايضا قلنا انه النظام كله يختلف، هنا غير شكل، هنا غير شكل، هنا يجمعون وحدات في سبيل التخرج، احنا هنا نظامنا ثابت. النقطه الرابعه اللي ايضا ذكرتها بالبدايه، انه ممكن للطالب او الطلبه الدراسه في عده جامعات، وبعدها من الممكن انه يسوي ترانسفير، ينقل الوحدات مالته الكورسات اللي درسها من جامعه اخرى ويكمل بالجامعه الجايه. احنا عندنا تقريبا نفس هاي الفكره واللي هي المقاصه، وايضا هذه شويه خطوره حتى بامريكا، انه ممكن هو دارس الطالب كم ماده هناك، هنا يجوز ما يعترفون بها بالجامعه او يقولون لا احنا تدريسنا يختلف، فيضطر الطالب انه يعيدها مره ثانيه. مساوئ نظام المقررات طبعا ايضا لخصتها بعده نقاط. اولا يفتقر نظام المقررات الى تقديرات دقيقه للدرجات، احنا هنا طبعا نعتمد على الدرجات، ولهذا المعدل يختلف، يعني حتى احنا عندنا بدائره البعثات الطالب من يريد يدرس بالخارج عندنا صعوبه بتقدير المعدل اذا راح للولايات المتحده، لانه هناك النظام من 1 إلى 6، طبعا 1 رسوب ماكو، فيعني يجي الطالب معدل 3 أو 4، فنجي نسوي له المعادله راح تطلع المعدلات تختلف تماما، يعني قد يكون هنا احنا بالعراق يعني صعوبه. شنو خلي احكيها من جهه اخرى، مثلا عندنا كليات احنا كلش صعبه بالعراق والدرجه ما ينطوها. اضرب لكم مثال، مثلا عندنا التكنولوجيا معروف عنها انه الطالب اذا اكو عندنا اوائل نطلع بال80، اكو عندنا طالب ممتاز جدا يجوز بالسنه مالته الاوائل بال70، يعني معروف عنها انه هي ما تنطي درجات، فاللي يجينا معدله بال70 احنا نعتبره طالب ذكي. لكن يجي واحد يجوز هو نفس المستوى مالته، متخرج من جامعه امريكيه، يسوي المعادله مالته يطلع معدله مثلا يوصل لل90، ولا روسيا ما احكي لكم، يعني روسيا تجينا المعدلات 100 99، يعني كلها بال90 لحد الان، يمكن طالب واحد وتفاجئنا به معدل بال80. فالقضيه شنو، انه هناك فكرتهم عن الدراسه تختلف، الفكره مو لغرض اجتياز الامتحانات والحصول على درجات، لا، اللي هناك فكرتهم انه هو طالب راح يتخرج خلاص غير شكل تماما، المفاهيم تختلف. النقطه الثانيه، انه نظام المقررات يتطلب وقت وجهد اكبر من الاساتذه، بما انه احنا التجربه وليده اتوقع احنا ما حاسين بها، لو مطبقه في جميع الجامعات راح تشوفون ايش قد جهد تاخذ، لانه مثل ما قلت انه انا يعني ما ادري وجهه نظري انه كل طالب يجي يعني الاستاذ راح يرهق، كل طالب يحتاج لجدول معين، يحتاج لخطه دراسيه وحد، فاذا حسوا انتم اذا كل استاذ لنفرض حتى اذا 10 طلبه، يعني بالعراق مسؤوليات الاستاذ تختلف، مثل ما قلت انه مسؤوليات الاستاذ الامريكي تتخصص اكاديميا، هنا نحن الاستاذ نلود عليه اداريا واكاديميا، فنو تضاف عليه شغله المقررات، تعال لازم انت تخطط للطالب، وهذا تعرفون ايش كم مشكله راح تجي، هذا اللي مثلا كورس ما رهم له. بالمناسبه انه هناك الطالب اذا نرجع على فقره انه اذا الهدف مو النجاح واجتياز الاختبارات، وصارت انا بتجربتي بامريكا احد الطلبه يعني استاذه زميله شافت انه بدايه الكورس هذا يعني دراسته تنحدر، مدى يسوي مدى يؤدي الاداء مالته مو بالمستوى المطلوب، حتى ما بقى بمستوى افقي يعني بالانحدار، فلهذا توقعت لانه هذا ما راح يجتاز الكورس راح يرسب، فش سوت؟ دزت عليه لقاء وحدهم نصحته، قالت له انت دا اشوفك انت مدى تقدر تؤدي هذا الاداء حتى ما يخسر فلوس، لانه هذا دافع فلوس، فعندهم فتره معينه اذا ما سحب بها الطالب هذا خلاص بعد ما يقدر، فلهذا قالت له انصحك منها ستنسحب من الكورس، وانسحب، قالت له روح انه انت يا اما تهيئ نفسك اكثر تعيده بالسنه القادمه، المهم ما تبقى لانه هاي فلوسك راح تروح، لانه انت ما راح تحصل البي حتى مو رسوب، يعني هم هناك عندهم اذا طالب حصل سي وحده اوكي، بس اذا اخذ سي 2 بكورسين هاي راح تاثر على الجي بي اي مالته بعد خلاص، يعني ياثر على معدل التخرج مال السنه، وراح ياثر على معدل النهائي، ولهذا يعني كلش حذرين بهاي الطريقه. ف
فأعتقد هذه الفقرة أيضا مرهقة بالنسبة للأساتذة العراقيين. النقطة الثالثة والأخيرة أنه أهم ذكرتها خلال النقاش، أنه نظرا لعدم تماثل الحالات، حالات الطلبة في الدراسة، أنه اختلاف المواد الدراسية، اختلاف التفضيلات، لهذا يخلق نظام المقررات إرباكا لدى الطلبة، كيفما الإرباك بالنسبة للأقسام الإدارية والأقسام الأكاديمية في الجامعات العراقية. برأيي أنه هذه التجربة، صحيح إحنا نحاول دائماً أنه نواكب التطورات الحاصلة بالغرب، وأفهم أيضاً أنه إحنا بداية النظام التربوي بالعراق أو التعليمي بالعراق خاصة بالتعليم العالي، يعني كانت تجربتنا وراء الاحتلال البريطاني أنه كانت مشابهة للنظام البريطاني تماماً، بحيث لكن الفرق شنو؟ أنه إحنا ذاك الوقت يعني الجامعات هي تأسست على هذا النظام، فكانت يعني ولادة التعليم العالي على هذا النظام، لهذا ما كان يعني يجوز الصعوبات احنا تجاوزناها بذاك الوقت، لكنه ما نجي نهد هذا النظام بهالسرعة هذه ونجي نبني نظام آخر مختلف تماما عنه. أنا أعتقد ما راح تكون هذه التجربة ناجحة جدا، ممكن تكون يعني تغييرات بطيئة. مرة ثانية رأيي أنا الشخصي أنه بدل ما نغير هذا النظام كله، لا، نستفاد من التجربة الأمريكية، نضيف على النظام مالتنا. النظام ترى مو سيء، يعني أنا برأيي نظامنا قوي جدا، ودليل أنه قصص النجاح اللي يثبتها طلابنا والأكاديميين اللي يسافرون للخارج واللي هسه يعني محتلين مناصب مرموقة سواء بأمريكا سواء بريطانيا أو بالبلدان الأخرى، ولهذا نظامنا مو سيء. الفرق انه شنو يحتاج الى تحديث في بعض الجوانب. الان اذا اي استاذ يحب يضيف او يحكي لنا عن تجربه المقررات بالعراق ارحب بارائكم.